نعت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم جدها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت الفنانة: جدي حبيبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالرحمة من فضلكم. هذا وتألقت الممثلة الشابة سهيلة معلم خلال الموسم الرمضان الفارض من خلال دورها في المسلسل الجزائري الفكاهي الشهير عاشور العاشر رفقة كوكبة من الفنانين الجزائريين.